مجد محمد وأسامة شباب قرروا أن يعبروا عن أحلامهم وأمالهم من خلال الفن. بالمحتوى تحت نطاق المنحنى كالدواء. فن الراب هو سلاحهم في التغيير والتعبير عن واقع يعيشونه في غزة. هذا الفن لم يقتصر على الحصار والمعاناة، بل طال قضايا وظواهر اجتماعية. هدفي في الموسيقى إنه أعرض مشاكل وحلول، وطبعا بعبر عن رأيي. ممكن تكون المشاكل اجتماعية أو سياسية، ومن خلال الموسيقى بطور فكر المجتمع عن اتجاه الموسيقى هذه، لأنه هي موسيقى جديدة. بإمكاناتهم البسيطة وكلماتهم القوية قرروا تخطي وكسر حواجز الخوف التي تلاحقهم بسبب هذا الفن. فبين من يتفهم هذا النوع من الفن يوجد من يعارضه أيضا. المؤسسات بدها تعمل الإشي اللي بتعمله دائما، وأنه بتفكرش تعمل الإشي اللي احنا بنعمله بسبب أنه شايفاه دخيل على الموسيقى العربية وعلى الأسلوب الشبابي، وأنه إشي ممكن يكون فن هابط أو ساقط. الحل الوحيد اللي بيكون متوفر أمام الشباب اللي هي الهجرة، وفي عندك نوعين من الناس، في ناس اللي بتستخدم هذا الفن كوسيلة إنها تطلع تشتغل فيه برا أو تطلع توصل فيه برا وخلص وتفلت هيك موسيقى، وفي ناس بتهاجر برا عشان بدها تكمل هيك موسيقى. فرص دعم هذا النوع من الفن قليلة جدا، فلجأ العديد من فرق الراب إلى حلول قد لا ترضي عوائلهم، ولكنها كفيلة بإرضاء أنفسهم ولنشر ما يسعون إليه بحرية. يأمل هؤلاء الشباب أن تكون كلماتهم أقوى من الواقع، واقع مفروض أو مرفوض، عله يكسر جدار الصمت والخوف.